بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي وأحبابي طلبة الثانوية العامة، بحييكم كلكم طبعا، وبحاول أستكمل معاكم اليوم ما تبقى من مقرر الكيمياء العضوية، مشتقات الهيدروكربونات، وفيها نكمل الجزء من بداية الكحولات حتى نهايتها وبداية الفينولات. بنحاول طبعا في هذا الجزء احنا نعوض لك الوقت اللي ضاع منك بسبب الظروف اللي مرت بيها زي ما انتم طبعا عارفين. وطبعا ايه كل همنا ان انت دلوقتي ايه تحاول تذاكر علشان تلحق تخلص المنهج عشان المراجعات، وانا هتابعك اول باول بالفيديوهات وبعض الامتحانات الالكترونيه اللي هتساعدك برضه في الامتحان التجريبي على قناه البص 2020 وعلى موقع ashlbus.com على مدونه بلوجر، فحاول تتابعني باستمرار وانا ايه هحاول اوفي لك كل اللي انت عايزه من الاسئله الحديثه حسب خطه الوزاره للنظام الجديد 2021 الامتحانات الالكترونيه، فلازم طبعا تتدرب عليها اول باول لان الامتحان دلوقتي نظام مختلف عن الامتحان التلقيني. النظام دلوقتي نظام طبعا نختار ونظام طالب يكون فاهم وبيقدر يحلل بسرعه الاسئله. ركز معايا لو في عندك اي اسئلة ارسلها لي على الموقع وانا هجاوبها لك اول باول، وقريبا هنحاول نعمل ايه بعض الايه الشروحات في الكيمياء العضوية وما تبقى منها على برنامج زوم، وحاول ابعت لكم اللينكات اول باول على طول. تابعوني وبحييكم كلكم وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مستر اشرف الهادي كبير المعلمين الكبير، السلام عليكم.
في النهاية بعد ما عرفنا طريقة الحل، تابعني باستمرار على القناة وعلى المدونة، وهسيب لك اللينك في نهاية الفيديو أسفله. وأي سؤال في مجال الكيمياء العضوية أو غير العضوية ابعت بيه، وأهم حاجة بس إيه، تخليك في بيتك ونفذ التعليمات لحد ما إن شاء الله ربنا يزيح هذا الهم عن مصر وعن العالم كله إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.